كاين اللي سقساني ايضا على الثمن ديال لا راديو وعلى الثمن ديال بواتيه دو بلاطخ اللي عملت انا. بالنسبه لا راديو حسبوها لي 120 درهم، بالنسبه لبواتيه دو بلاطخ حسبوها لي ب 800 درهم. خرج لي بعض الادويه اللي غادي نستعملها مورا ما نزول القبس. بطبيعه الحال كيف كتعرفوا اي واحد زول القبس لازم انه يعمل الترويض ديالو. صباح الخير عليكم يا احلى متابعين، كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. انتم كتشاهدوا فلوق هذا اليوم، هذا هو الجزء الثاني اللي تابع الجزء الاول. الوغ بالنسبه للناس اللي مازال ما شافوش الفيديو غادي نخلي لكم الرابط ديالو في لا بار دانفو. الوغ كيف شفتوا في العنوان، واخيرا انتهت المعركه الاولى بنجاح. اليوم هو لو 17/10/2019، هو النهار اللي ما عمري ما نساه، وهو النهار اللي كنت كنستنى هذه شهرين. اليوم باذن الله تعالى غادي نزول القبس، فخليكم معايا باش تعيشوا جميع التفاصيل من الالف الى الياء. الى كنتي اول مره كتشاهدني او كتتابع احدى فيديوهاتي، الى عجبك محتوى قناتي ما تبخلش عليا، دخل اضغط على زر الاشتراك، فعل الجرس باش تكون ستوصل بكل جديد. إذن بسم الله على بركة الله لننطلق. ما تصوروش يا حبايبي شحال انا فرحانه بزاف بزاف، حيت اليوم غادي نزول القبس وغادي نبدا المرحله الثانيه من العلاج واللي هي الترويض الطبي والعلاج الفيزيائي. من بعد الانسان على الاقل يبدا يوقف شويوش، يبدا يتمشى شويوش، ولو انه غادي يدير هادشي هذا بصعوبه كبيره، حيت ما تنساوش باللي شهرين وبنادم جالس العضله ضعيفه، خصها ضروري شويه ديال الوقت باش تسترجع القوه ديالها. صحيح في البداية غادي يكون ألم شديد، لكن مع الاستعمال ديال الأدوية، مع الترويض، مع جوج ديال الصبر، مع العزيمة والإرادة، كل شيء غادي يدوز بخير وعلى خير. غادي نرجع الحياة الطبيعية ديالي، غادي نرجع لعيادتي والعمل ديالي والمالات ديالي، وما نساش بطبيعة الحال غادي نرجع لكم انتم أحلى متابعين اللي متبعيني من البداية إلى الآن. انا جبرتوني دابا عاد وصلت، هادي واحد دي مينوت غادي نستنى هنايا حتى يعيطوا لي، وغادي ندخلكم معايا لصال باش تشوفوا كاش كي سي باسي لا دوتا. بالنسبه للناس اللي غادي يشوفوا الماكينه يقدروا يخافوا، يقدروا يتخلعوا ويجبلوا من الله باللي راها ماضيه بزاف، هي بالعكس، هي اون فوا كيديروها في الضو ديك السنينات ديالها كيسخنوا، هما اللي كيعاونوا على ان القبس يتقطع. واش تقصحت واش لا؟ في الحقيقه تقصحت شويه، واش حيت الرجل ديالي طيب وصافي، ماشي حيت الماكينه كتقصح، حيت ملي كانوا كيقطعوا القبس دازوا لي على واحد لازون في الرجيله ديالي تقصحت فيها بزاف ديال بصح، حتى شفت النجوم في عز الظهر.
بالنسبه للناس اللي زولوا لي الكافس كما يقول لهم شكرا بزاف بزاف على كل شيء، على الاهتمام ديالكم، على اللطافه ديالكم، على اللباقه وعلى الصبر ديالكم، واهم حاجه على الاتقان في العمل. حيت الانسان اللي كيتقن العمل ديالو هذا كيعني انه كيبغي المجال ودارو عن حب وعن شغف. الوغ ملي زولت القبس مباشره عملت لو برومي ابي سور لو سول. هاد اللقطه دي ما صورت لكم شي. المهم كنعمل الضغط الاولي برجيله ديالي في الارض. سقساني الطبيب قال لي واش عندك شي حريق في لازون اللي تهرستي فيها؟ قلت له لا ولله الحمد، كان عندي غير الحريق في دوت زون في الرجل ديالي وهذا امر طبيعي. بابا اللهم لا جيب لي العكاكز. شكرا الله يرحمك الوالد. يوقف معك خليني غير. هذه هي رجيله ديالي، حاشاكم بعدا. هذه هي رجل مزيفه. المهم كيف كتشوفوا في الصوره رجل ديالي كامله مقشره، كامله مسلوخه، كامله طيبه. المهم دابا جبرتونا غادي نمشيو للدار. قبل من هادشي غادي ندوزو لافارماسي باش غادي نشريو الادويه اللي خرج لي الطبيب اللي غادي نبدا فيها مباشره ملي غادي نبدا الترويض ديالي، حيت غادي تعاوني بشكل كبير. انا جبرتوني دابا كنستنى الاب ديالي حيت دابا عاد شويه دخل لافارماسي باش يجيب لي الادويه. وشفتو دخل وتعطل، غالبا غادي تكون لافارماسي عامره. المهم ما تمشيو فين، خليكم معايا.
الفيديو راه مازال مساله والمرحله ديال الصح الصحيح عاد غادي تبدا. لكن قبل من هادشي هذا كامل غادي نشارك معكم شنو عندي مكتوب هنايا في الريسيطه. دونك اول دواء عطاني الطبيب هو النوسيسيبتول جيل، غادي نستعملو دو فوا بار جوغ. ميديكامون ثاني الاسم ديالو بانادول اكسترا 500، غادي نستعملو 3 فوا بار جوغ. واخيرا الدواء الثالث واللي هو بريكسين، غادي نستعملو 1 فوا بار جوغ. فوالا هذا هو لو جيل نوسيسيبتول، غادي نستعملو 2 فوا بار جوغ كيف قلت لكم في الاول، مره في الصباح ومره في الليل. هذا كنستعملوه بالنسبه للمناطق اللي عندنا فيها الحريق بزاف. بالنسبه للثمن ديالو فهو 198 درهم. الدواء الثاني بريكسين، وهذا كيتستعمل في الحاله ديال الالتهابات وفي الحاله ديال الانتفاخات، اضافه الى انه كيعاون الدوره الدمويه باش انها تسيركولي في الرجيله ديالي بشكل طبيعي وبشكل سليم. اما بالنسبه للثمن فعيت ما نقرب التليفون على وعسى الثمن يبان ساعه ما بانشي. الثمن ديالو 100 درهم فاصله 40 فرنك. واخر دواء في الليستا هو بانادول اكسترا 500، حتى هو كيتعتبر مهدئ ومسكن للالم. بالنسبه للثمن ديالو فهو 20 درهم. صراحة طولت عليكم، لكن في بعض الأحيان التفاصيل كتكون جد مهمة وجد مفيدة، لا بالنسبة للمشاهد ولا بالنسبة للمستمع. واش واجدين مستعدين؟ إذا يلاه معايا جميع باش نكتشفوا المرحلة الموالية. كيف كتشوفوا معايا مشاهدي الكرام، هنا عندي المدافي. الأم ديالي دابا شوية غادي تجي غادي تهلي الرجيلة ديالي بصابون حجرة، غادي نخليها من 5 حتى 10 ديال الدقائق. أبخي غادي ندير واحد المساج خفيف بشكل دائري. هاد اللقطه هادي ما صورتها لكم شي غير سمحوا لي. المهم كيف قلت لكم غادي ندير واحد المساج خفيف غير باش نحاول انني نزول ديك الطبقه ديال الجلد الميت اللي تكونت فوق الرجيله ديالي. وصافي هادشي اللي كاين، وهانتوما معايا. بعد ما دهنت لي الام ديالي الرجيله ديالي بصابون حجره وعملت المساج خفيف باش حاولت انني نزول ديك الطبقه ديال الجلد الميته، الان غادي ندهن رجلي بالبوماده ديال العينين. وبزاف الناس غادي يسقسيوني غادي يقولوا لي عند علاش غادي دير رجلك بوماده ديال العينين وتينا ديجا الطبيب خرج لك البوماده ديال الحريق. ايتو هاد البوماده ديال العينين ما عندها علاقه بالحريق، فقط غادي نعملها عوض البوماده ديال الكينطا، حيت القعد رجلي مسلوخ بزاف، وبحكم ان الكينطا ثقيله في الدهين ديالها ولا في المساج ديالها فعوضتها بالبوماده ديال العينين. وصافي هادشي اللي كاين، وهانتوما معايا. حبيبي فلوك اليوم هنا كيسالي، كنتمنى انه ينال اعجابكم. ما تنساوش ديروا له لايك وتبارطاجيوها مع كاع الاصدقاء ديالكم. نتلاقاكم باذن الله تعالى فلوك جديد اللي غادي نشارك معكم فيه مراحل العلاج ديالي ملي غادي نبدا الترويض الطبي باذن الله تعالى. خليت لكم راحه، سلام عليكم.